تعد السلامة البحرية هدفاً رئيسياً، لذا تعمل قيادة خفر السواحل على تحقيقه بشكل مستمر من خلال دورياتها البحرية التي تؤدي واجباتها على مدار الساعة. نعم، حيث تقدم قيادة خفر السواحل الإرشادات التوعوية لمرتدي البحر بشكل دائم، ومن بينها التقيد بالقوانين وتجنب أي مخالفة تمس بالسلامة البحرية. تبذل قيادة خفر السواحل جهودا حثيثة بهدف المحافظة على الأمن والسلامة البحرية وفرض الرقابة البحرية في المياه الإقليمية لمملكة البحرين، بالإضافة إلى دورها التوعوي الذي يتمثل بنشر إرشادات السلامة التي يتم تقديمها لمرتدي البحر بشكل دائم، ومن بينها التقيد بالقوانين وتجنب أي مخالفة تمس بالسلامة البحرية لتجنب المخالفات التي يتم ارتكابها والتي تعرض سلامة مرتكبيها للخطر وتعرض الأشخاص المخالفين للمساءلة القانونية، الأمر الذي يتطلب الالتزام بتعليمات الدوريات البحرية. نظمت قيادة خفر السواحل بوزارة الداخلية عدد من الحملات التفتيشية في عدد من المناطق البحرية، وقد تضمنت التأكد من مدى التزام البحارة بالقوانين والقرارات المنظمة للصيد، من إجراءات كالتأكد من مدى صلاحية تراخيص الصيد البحري بمختلف أنواعها للسفن الصغيرة، والتأكد من توافر جميع أدوات السلامة البحرية على ظهر السفن، ومدى صلاحية استخدام أدوات الصيد البحري وصحة استخدامها لبعض أنواع الأسماك المسموح صيدها في مواسم الصيد، بالإضافة إلى التحقق من سلامة إجراءات العاملين فيها. وكما تنوه قيادة خفر السواحل بضرورة تقييد جميع البحارة بالقوانين والأنظمة المشروعة في المملكة، وهذه الحملات مستمرة بشكل دوري لضبط المخالفين لقوانين وقرارات وأنظمة الصيد البحري وما يترتب عليها من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم. وتتخذ دوريات خفر السواحل كافة الإجراءات اللازمة لحماية البيئة البحرية والإجراءات القانونية اللازمة تجاه مخالفات الصيد واستخدام الأدوات غير المرخصة مثل شباك الجر القاعي الكراف بما يسهم في المحافظة على الثروة البحرية. يعني كحماية حق مخزون الثروة السمكية يبتعدون عن الغزول الممنوع، من ضمنها الغزل اللي ثلاث صفات اللي معروف اسمه، فأمان وهذه يعني ابتعدوا عن هالأشياء ذي، ابتعدوا عن المخالفات الصيد الجائر، هالأشياء ذي المناطق الممنوعة المحظورة ابتعدوا عنها، حتى المحميات الطبيعية ابتعدوا عنها. خفر السواحل ما قصروا بأي ضرويهم من ناحية السلامة، من ناحية المخالفات، ما قصروا هالجهود وايد طيبة. السلامة بالنسبة إلى وحملات التفتيش اللي يقومون بها، وهذا له دور فعال جدا بالنسبة للبحارة، هذا له دور كبير من المحافظة على سلامتهم. تبقى السلامة البحرية وحماية مرتدي البحر مسؤولية مشتركة تتحقق بموجب الشراكة المجتمعية التي يجب أن تحرص كل الأطراف المعنية على تفعيلها من أجل حماية الأرواح والممتلكات والحفاظ على السلامة العامة.